متابعي قناة وطني الأولى، مرحبا بكم في النشرة الجوية اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022. إجمالا درجات الحرارة في نفس المستويات مقارنة دائما بال 24 ساعة الفارطة، وسجلنا في الشمال والمرتفعات ما بين 17 و 22 درجة، في بقية الجهات كانت ما بين 20 و 25 درجة. خصوصية الطقس نشوفوها من خلال تسلسل لسوى القمر الاصطناعي، وكان ضباب محلي صباحا ثم طقس مغيم جزئين على أغلب الجهات ولكنه أكثر كثافة بالمناطق الغربية. توقعاتنا لطقس الليلة، طقس مغيم جزئين على أغلب الجهات، ريح من القطاع الجنوبي، درجة الحرارة قد تكون ما بين 17 درجة و13 درجة، ما عدا المرتفعات الغربية قد تكون في حدود 10 درجات. بالنسبة لطقس غدوة، طقس مغيم جزئين، يكون أكثر كثافة بالمناطق الغربية مع بعض الأمطار، الريح من القطاع الجنوبي، البحر متموج في الشمال وشديد الاضطراب في السواحل الشرقية. قراءة لتوقعاتنا في درجة الحرارة للمدن التونسية، تونس الكبرى في حدود 22، 21 في قليبيا، 20 في نابل، 21 في بنزرت، تبرقة في حدود 22، 23 في بيجا، جندوبة 24، الكيف 20 درجة مع نزول بعض الامطار، سيدينا في حدود 23، زغوين 24 درجة مع امطار، قيروان في حدود 25 درجة، تيلا 20 درجة مع امطار، في جهة الساحل سوسة في حدود 23، المنستير والمهدية كذلك 23 والطقس مغيم جزئين، في جزر قرقنا وسيخ تحافظ على نفس المستويات 23 درجة مع بعض السحب، في سيدي بوزيد 22، القصيرين طقس مغيم جزئين في حدود 21 درجة. بالنسبة لمدن الجنوب الغربي، قفصة في حدود 19 درجة طقس مغيم جزئين، طوزر 22، وقبلي كذلك 22 درجة مع بعض السحب. بالنسبة لمدن الجنوب الشرقي، قبسي حدود 24، جزيرة جربة 22، مدنين 26، تطاوين 26، ورميدة 27 درجة. بالنسبة للملاحة والصيد البحري، الرياح على كامل شريط الساحل تكون جنوبية غربية، في منطقة سيرة وخليج تونس البحر يكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب، سرعة الرياح من 15 إلى 20، محليا 25 عقدة، في خليج الحمامات ومنطقة شبة البحر شديد الاضطراب وسرعة الرياح من 25 إلى 30، تتجاوز 40 عقدة، في خليج قابس البحر متموج وسرعة الرياح من 15 إلى 25 عقدة. قراءة توقعاتنا في درجة الحرارة لبعض المدن والعواصم العربية والأوروبية، نواكشوط 34 طقس صافي، أمطار حاضرة في الدار البيضاء 20 درجة، 23 طقس مغيم في الجزائر، طرابلس في حدود 27، بعض السحب، وفي الخرطوم درجة الحرارة في حدود 33 الطقس صافي، القاهرة في حدود 26 درجة والطقس مغيم جزئين. بالنسبة للبقاع المقدسة، درجة الحرارة في المدينة المنورة 27، مكة المكرمة 32، الدوحة في حدود 26 درجة، أبو ظبي 27، مسقط 28، درجة الحرارة منخفضة في الكويت في حدود 23 درجة، كذلك في بغداد منخفضة في حدود 21 مع بعض السحب. بالنسبة للشرق الأوسط، القدس الشريف طقس صافي في حدود 17 درجة، بيروت 21، دمشق درجة الحرارة في حدود 17 درجة والطقس مغيم جزئيا، اسطنبول درجة الحرارة منخفضة في حدود 16 درجة مع أمطار. بالنسبة لأوروبا، درجة الحرارة في روما في حدود 17 درجة، برلين درجة واحدة، وفي لندن درجتين، فيينا 5 درجات، جنيف 4 درجات، باريس 3 درجات، مارسيليا 15 درجة مع أمطار، بروكسل درجتين، وأمستردام في حدود درجتين كذلك، مدريد 12 درجة مع أمطار، ولشبونة 17 درجة مع حضور أمطار. بالنسبة لتطور الوضع الجوي خلال الأيام القليلة القادمة، يوم السبت البحر يكون متموج في الشمال، وفي بقية السواحل الشرقية يكون مضطرب فشديد الاضطراب والرياح جنوبية غربية، وإمكانية لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية تشمل تدريجيا المناطق الشرقية، والحرارة في انخفاض نسبي. بالنسبة ليوم الأحد، البحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب على كامل الشريط الساحلي والريح من القطاع الغربي، وإمكانية لنزول أمطار بأقصى الشمال، والحرارة في انخفاض في أغلب الجهات، وكذلك طقس مغيم جزئيا بالشمال، عفوا بالوسط وبالجنوب. أوقات الشروق والغروب، الشروق يكون في تمام الساعة 7 صباحا 20 دقيقة، والغروب في تمام الساعة 5 مساء و3 دقائق. لمزيد المعلومات، طرق التواصل والاتصال بالمعهد الوطني للرصد الجوي على صفحة الويب www.meteo.in، تتفاعلوا وتتواصلوا معهم على صفحة الفيسبوك والموزع الصوتي. أوقات الصلاة لمدينة تونس وما جواها، 6 الصبح في تمام الساعة، 5 صباحا 47 دقيقة، الظهر منتصف النهار 18 دقيقة، 6 العصر في تمام الساعة الثانية بعد الزوال 45 دقيقة، 6 المغرب في تمام الساعة 5 مساء و5 دقائق، والعشاء في تمام الساعة 6 مساء و36 دقيقة. دمتم أوفياء للوطنية الأولى، ليلتكم زينة نسكن.